اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج مصر كل يوم. الحقيقه برنامج مصر كل يوم بيتناول الكثير من الاحداث والتطورات على كافه الاصعده وكافه المناحي، سواء المحليه او الشرق اوسطيه او ايضا الدوليه. هنبتدي النهارده فقرتنا الخاصه ببرنامج مصر كل يوم بالفقره الاخباريه، وبدايه من رئاسه الجمهوريه. الرئيس السيسي يؤكد اهميه الاستفاده المثلى من الأصول المملوكة للدولة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجال الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حيث صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر. كما اجتمع أيضا الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب تيمور مرسي رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمجمع قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة. أوضح مشاهدينا الكرام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية لتعميق الصناعة والإنتاج الغذائي في مصر. وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لجهود كسر الجمود الحالي لعملية السلام بفلسطين. استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء فيليب لازريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواصلة مصر دعمها للوكالة في ضوء الدور الهام الذي تطلع به لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، مما يسهم بدوره في تعزيز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما أشار أيضا إلى استمرار مصر في حث الدول المانحة بمختلف الأطر الدولية على توفير الدعم المالي اللازم للوكالة اتساقا مع الجهود المصرية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عنها. واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى استفسار المفوض العام عن الرؤية المصرية للجهود الجارية في الدوائر المختلفة الرامية إلى إحياء عملية السلام، وهو ما أكد معه وزير الخارجية على دعم مصر لكل جهد يهدف لكسر الجمود الحالية، واضحا أن استئناف مسار التسوية السلمية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على عمل الوكالة ويساعدها على تخطي ما تمر به من تحديات متعددة. مشاهدينا، للتعليق على هذا الخبر يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. الحقيقة مصر أو موقف مصر الداعم دائما للقضية الفلسطينية هو موقف ثابت على مر العصور وليس بالشيء الجديد. كيف تثمن موقف الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟ تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. من البديهي جدا أن مصر تبقى حريصة على أن يكون القضية الفلسطينية تظل في على رأس أجندتها الدبلوماسية والسياسية على مستوى العالم. نعم. وعلى مستوى التاريخ وأمام ملايين من أبناء الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية يوميا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تصعيد سياسة المستوطنات والتعصب في المستوطنات الاستعمارية من ناحية. نعم. وقتل واستشهاد الآلاف من
الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى معركة الأمعاء الخاوية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. فشيء طبيعي أن ترجع القيادة المصرية أنها تحاول أن تهدئ الأوضاع وتحاول أن توصل إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية من خلال الاستقرار على حل الدولتين. لكن المسألة مرهونة بجدية الأطراف، سواء الطرف الإسرائيلي والتعامل الجاد من جانب الأطراف ومن جانب الفصائل الفلسطينية متمثلة في حركتي ما فتح وحماس مع الدبلوماسية المصرية للوصول إلى حل نهائي. نعم. طيب ماذا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمعروفة بالأونروا ودورها أو دورها الهام في دعم القضية الفلسطينية ودعم أيضا الشعب الفلسطيني وما بتطلع به من تقديم للخدمات الأساسية والضرورية خاصة للاجئين الفلسطينيين ودور مصر أيضا في التعاون مع هذه الوكالة في دعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام؟ مع الأسف الشديد عمليا هذه الوكالة خالية من الدسم، لأنها مشرف عليها ويتحكم فيها ويتحكم في أزراعها واختياراتها وقراراتها الدول الأوروبية ودول الغرب. فأعتقد أن المسألة محتاجة إلى مزيد من تفعيل هذه القرارات، ولابد أن يكون هناك ضغط على المجتمع الدولي بأن يكون هناك إمدادات وغوص أكثر للاجئين الفلسطينيين من خلال تحسين الاوضاع المعيشيه. من خلال ان يكون في توفير البنيه التحتيه المناسبه واعاده اعمار قطاع غزه والقطاعات المحتله. اعتقد ان وكاله الأونروا الحقيقه فقدت مصداقيتها وفقدت فعاليتها بسبب انها مقيده جدا ومكبله بالقرارات الدوليه، مكبله بالضغوط من جانب اسرائيل على اوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا يكون هناك أي فرصة لتسوية أوضاع أو تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالمزيد من التشرد. فالمسألة متوقفة على أن يكون هناك ضغط عربي وضغط مصري على وكالة الأونروا بأن يكون هناك تعاون أو بروتوكولات تعاون بين مصر وبين العرب وبين الوكالة لإغاثة اللاجئين أو إعادة الحياة إلى القضية. طيب سؤالي الأخير لحضرتك يا فندم، عفوا لضيق الوقت، استمرار مصر في حث الدول الداعمة أو المانحة كما يقال على كافة المستويات والأطر الدولية في توفير الدعم اللازم لهذه الوكالة، إلى أي مدى يمكن أن يسهم فيها حل المشكلات والتحديات التي تواجه هذه الوكالة على وجه التحديد، وربما يكسر الجمود الحالي واللي أشرت حضرتك إليه منذ لحظات؟ إلى حد كبير زي ما حضرتك قلتي المسألة محتاجة إلى غطاء تمويلي عربي كامل. ولابد أن يكون هناك تنسيق في الأدوار بين مصر وبين الدول العربية، سواء من خلال القمة العربية التي تعقد من حين لآخر أو من خلال أن يكون هناك قمم طارئة أو قمم عاجلة للوصول إلى حلول أو وضع أفكار وتصورات جديدة لما يمكن أن يتم إنقاذه فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني. نعم، ونتمنى دائما التوفيق للدولة المصرية والدول العربية في يعني دفع القضية الفلسطينية قدما وحلحلة المشكلات التي تواجه هذا الملف على وجه التحديد. شكرا جزيلا الأستاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وإلى وزارة الدفاع. هذه المرة وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أيضا أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي حرصت على توفير كافة
ذات الإمكانيات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما نموذجا فريدا في التضحية والعطاء جيلا بعد جيل. نقل أيضا مشاهدينا الكرام الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنها، مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الهامة التي تحرص عليها القوات المسلحة والتي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن. مشاهدينا الكرام نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع لحضرتكم مرة أخرى. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي حرصت على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه. كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريما واحتفاء لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفان وإخلاص. مشاهدينا الكرام التنمية المحلية، حصر المشروعات المتوقفة والمتعثرة وسرعة إيجاد حلول لاستكمالها. كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين بحصر المشروعات التي لم يستكمل تنفيذها في كل من قطاع تنموي وخدمية في المحافظات مع عرض أسباب التوقف وعدم استكمال التنفيذ والمقترحات والجدول الزمني اللازم لاستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ أيضا، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بكامل طاقتها، موضحا أنه سيتم حصر جميع هذه المشروعات بالمحافظات وعرضها في تقرير على رئيس الوزراء، وذلك لإيجاد حلول عاجلة لاستكمالها من أجل دفع العمل في جميع القطاعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء. وفي إطار جهود الدولة مشاهدينا الكرام لدفع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات والإسراع بتنفيذها لتحقيق رضا المواطنين، أشار وزير التنمية المحلية إلى نزول لجان ميدانية من الوزارة للمحافظات لتدقيق البيانات الواردة بشأن المشروعات المتوقفة، ومن المنتظر انتهاء عمل هذه اللجان خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات حتى يستفيد المواطنون منها في أقرب وقت، وأيضا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. الصندوق السيادية نركز على الاستثمار في الزراعة والرعاية الصحية والبنية الأساسية. قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادية يضع على رأس أولوياته إيجاد السبل لضخ تدفقات رأس مالية بالقطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنمية، لذلك يركز الصندوق على الاستثمار في أنشطة الزراعة والرعاية الصحية والبنية الأساسية ومساعدة تلك القطاعات في النمو والتوسع بأنشطتها، فضلا عن استكشاف فرص النمو التي ينبض بها قطاعات الخدمة المالية وتكنولوجيا الخدمة المالية أيضا وكذلك القطاع الصناعي. قال أيضا سليمان في تصريحاته اليوم أن قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد أو القطاعات التي تتميز بدورها بانخفاض تكاليف العمالة بالإضافة إلى الشركات التي تركز على التصدير هي القطاعات التي
ستقدم قيمة للأسواق الناشئة. ولفت أيضا أيمن سليمان إلى دور الصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادية، يأتي في إطار برنامج الخصخصة الذي تبناه الحكومة أو تتبناه الحكومة بشكل عام، حيث تشهد أسواق الأسهم العالمية العديد من التحديات، كما أن تحقيق التحول إلى النظام المؤسسي والاستعداد لطرح أسهمها بالبورصة ضرورة ملحة من جانب جميع الشركات. مشاهدينا، وإلى وزارة التموين، وتصرح طرح سلع بتخفيضات 30% بمعرض أهلا رمضان الأساسية. أعلنت وزارة التموين عقد اجتماع مع الغرف التجارية لبحث طرق التعاون لتحديد موعد ومكان انطلاق معرض أهلا رمضان الأساسي بالقاهرة، والذي ستباع فيه جميع السلع الغذائية بتخفيض 30%، وسيتم إعلان التفاصيل قريبا. قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المعرض الرئيسي سيتم افتتاحه خلال أيام بعد استكمال أعمال التجهيزات وضخ السلع به، مشيرا خلال لقائه مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية والتجار والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، مؤكدا أن إنشاء المعرض يأتي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف المصلحي في تصريحات له أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لسرعة إنهاء الإفراجات الجمركية، مشيرا إلى أن الإفراج الجمركي للسلع خاصة الاستراتيجية لها أولوية خاصة، مؤكدة أن عدد المعارض وصل ل 455 معرضا منتشرا بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة للسيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 30%. مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الخبر وهذا الطرح من قبل وزارة التموين، يسعدنا أن يكون معنا العربي أبو طالب رئيس الاتحاد التجارة الداخلية. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ العربي أبو طالب، حضرتك معايا؟ يبدو أننا قد فقدنا الاتصال، بس إحنا طبعا زي ما شفنا الحقيقة الدولة بتقوم بدور مهم جدا في توفير السلع بكافة يعني أنواعها، وإحنا شايفين طبعا دور قوي جدا تقوم به الدولة المصرية، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا دائما بالخير واليمن والبركات. والحقيقة رجع إلينا مرة أخرى الأستاذ العربي أبو طالب رئيس الاتحاد أو اتحاد التموين والتجارة الداخلية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم بالساده المشاهدين، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. الحقيقه دور مهم جدا تقوم به وزاره التموين على وجه الخصوص فيما يتعلق بتوفير السلع الغذائيه وباسعار تنافسيه ايضا، خاصه ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم، كيف تثمن هذا الدور من قبل وزاره التموين في هذا التوقيت على وجه التحديد؟ طبعا هو عباره عن توجيهات من القياده السياسيه ومعالي سياده رئيس الجمهوريه بطرح وتوفير السلع حتى يتم استقرار الاسعار بالنسبه للمواطنين او تخفيضها. نعم. لكن لا يتم زياده الاسعار، لان زياده الاسعار بتيجي من نادره وجود المنتج او تخفيض وجود المنتج بالاسواق. نعم. وبناء عليه قد تم الاتفاق مع عده شركات وعدد من الموردين اللي هم بيقوموا بتوريد وعرض السلع بتوفيرها بكميات سواء محليا او بالاستيراد حتى يتم توفيرها داخل المعارض وداخل الشوادر. ونحن يعني في دخول الأهل لشهر رمضان المعظم، نعم، ربنا يعين على الجميع بخير يا رب، والشعب المصري والأمة العربية. فطبعا صدر قرارات من معالي وزير التموين بإنشاء غرف مركزية رقابية للعمليات بالوزارة، نعم، وذلك بالاتصال مع كافة مديريات التموين على مستوى المحافظات وعلى مستوى الإدارات المركزية. وطبعا في غرف عملياتها تبقى متمركزة داخل كل معرض كبير في كل محافظة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، سواء للشكاوى دي هتبقى من ناحية الشكوى لمواصفات المنتج أو الجودة أو الغش فيه أو الأسعار أو التخفيضات التلاعب فيها. طيب، يعني أشار الدكتور علي المصلحي في هذا الخبر إلى أن السعر أو سعر المواد الغذائية على وجه التحديد سيكون بسعر التكلفة، وأنه لن يكون هناك زيادة على المواطن المصري. نتحدث عن ذلك يا فندم، لأن طبعا المواطن المصري يهمه جدا موضوع الأسعار وإلى أي مدى يمكن التحكم في هذه الأسعار خلال أيام شهر رمضان.
هو معالي وزير التموين طبعا اتفق مع الغرف التجاريه بان يتم كل من يتم مشاركته في داخل المعارض اهل رمضان نعم تكون بنسبه تخفيض لا تقل عن 30% بل تزيد بالنسبه للاسعار المعروضه 30% مع توفير كميات اللازمه والمحتاجينها لكل معرض على حسب طلبات الجماهير او حسب طلبات المواطنين. طيب ايضا في هذا الخبر كان في يعني معلومه انه سيتم ان الدوله بشكل عام اتخذت العديد من الاجراءات على وجه التحديد لسرعه انهاء الافراجات الجمركيه، دور ايضا الافراج عن الافراج الجمركي للسلع في ربما حلحله المشكلات الخاصه تحديدا بالاسعار وايضا توفير هذه المنتجات وبوفره. هو طبعا عمليه الافراج عن المنتجات داخل المواني دي ليس من شان وزاره التموين، من شان الوزارات الاخرى او نعم. مجلس الوزراء، اما لكن بالنسبه لينا احنا التعامل او الاتفاق بين الغرف التجاريه والموردين على توفير السلع، سواء بقى ان هم انهوا اجراءات الافراج او ما انهوش، في تعاقدات والتزامات منهم بتوفير الكميات المطلوبه والمتعاقد عليها في الاوقات المتعاقد عليها بنسب واسعار المتعاقد عليها. ده بالنسبه يعني لوزاره التموين او ما يخصها من هذا الامر. رائع. طيب من اهم اولويات، يعني السؤال بيطرح نفسه، من اهم اولويات الدوله المصريه هي التحكم في الاسواق والرقابه على الاسعار، ما هي الاليات التي توفرها الدوله خلال الفتره الحاليه والفتره القادمه خاصه ونحن على مشارف استقبال شهر رمضان المبارك من اجل التحكم في الاسواق بشكل عام؟ بالنسبة الرقابة على أسعار السلع وتوفرها أيضا وضمان عدم احتكارها بشكل أو بآخر. هو طبعا في قانون عندنا اسمه قانون الاحتكار، وقانون ده بعقوبات مغلظة جدا لكل من يحتكر سلعة أو يحبسها عن المواطنين سواء لعدم العرض أو لعدم البيع أو الامتناع عن البيع. أما معالي وزير التموين فقد بالنسبة للإجراءات اللي كان عملها قد أصدر قرار بإنشاء غرف عمليات مركزية رقابية سواء على مستوى الوزارة هو المستوى العام أو مستوى الفروع اللي هو المديريات، وطبعا في غرف عمليات أو لجان تشتغل 24 ساعة وفي غرف مقيمة داخل المعارض هتكون موجودة للاستجابة السريعة لأي شكوى من المواطنين، خلاف اللجان اللي بتمشي عشوائي دي بتراقب الأسعار وبتراقب الجودة وبتراقب الموظفات، واي خلل موجود او نقص بيتم ابلاغه غرف العمليات المركزيه حتى يتم توفير بديل او يتم توفير سلع في المنطقه دي اللي تم انهاء السلع فيها او انها خلصت، بنكمل تاني وبندق تاني سلع حتى لا يشعر المواطن بنقص في اي سلع او يكون هناك خلق لأي أسواق سوداء. رائع، يعني هذا هو الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في هذا التوقيت وهذا هو عهدنا بالدولة المصرية، ولكن المعرض الذي الرئيسي سيتم افتتاحه خلال أيام كما جاء في سياق هذا الخبر بعد استكمال أعمال التجهيزات اللازمة وضخ السلع به، الدور المنوط بالمواطن المصري كيف يتم التعامل مع هذه السلع بشكل من العقلانية وعدم يعني اللجوء إلى التخزين وأن يكون هناك أيضا ثقافة الاستغناء والتي نهتم بها ونعول عليها كثيرا خلال الفترة القادمة، لأن مهم جدا دور المواطن في التعاون مع الدولة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان أيضا توفير هذه السلع بشكل دائم وبشكل مستمر. تمام. بالنسبة للمواطن احنا كل محتاجين المواطن الإبلاغ عن أي مخالفة حتى يتم كشفها بطرق سريعة ومعاونتنا في إظهار هذه المخالفات حتى يتم التعامل معها بطريقتنا وتحويل المخالف للنيابه العامه فورا والتحفظ على كافه المنتجات اللي معاه وتحويلها هي الاخرى الى النيابه العامه معه في القضيه المتهم فيها بناء على فساده او بناء على مخالفته القانونيه التي يتم ضبطه بها. اما بالنسبه للامل او اللي احنا نطمح به في التعامل بالنسبه للمواطن نتعامل في السلع المعروضه في اهل رمضان ان يتم ان يعني ياخذ على حد استهلاكه. صحيح. لا داعي للتخزين، لا داعي للتكالب على السلعه، لا داعي انك تستحوذ على كميات كبيره من السلعه، السلع موجوده ومتوفره من اول بدايه رمضان حتى نهايته وبكميات اكبر من الاستخدام، يعني في كميات جايه
هتبقى اكثر من احتياجات السوق او احتياجات المواطنين. صحيح. وهتبقى موجوده لحد نهايه شهر رمضان وما بعد رمضان كمان. الحقيقه معلومات ثريه، شكرا جزيلا الاستاذ العربي ابو طالب رئيس الاتحاد التموين والتجاره الداخليه، اشكرك يا فندم جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذا الطرح. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر، إلى وزارة الداخلية، حيث تعلن الداخلية انطلاق قرعة الحج بالمحافظات في 11 من مارس ولمدة 5 أيام، حيث قررت الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بمديرية الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444 أو هجرية أو 2023 ميلاديا، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 من شهر مارس 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مارس 2023، حيث يتم يوم السبت الموافق 11 من مارس إجراء القرعة بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان الشرقية، وتقرر أيضا إجراء القرعة بمديريات أمن مطروح، الأقصر، الدقهلية، دمياط، القليوبية والفيوم يوم الأحد الموافق 12 من مارس، بينما يتم الاثنين الموافق 13 من مارس إجراء القرعة بمديريات أمن البحيرة وقنا والغربية وبورسعيد والوادي الجديد والمنيا، ويوم الثلاثاء الموافق 14 من مارس سيتم إجراء القرعة بمديريات أمن كل من كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، أسيوط وبني سويف. أما في يوم الأربعاء الموافق 15 من مارس الجاري سوف تجرى القرعة بمديريات أمن جنوب سيناء، السويس، وسوهاج، وشمال سيناء والبحر الأحمر. مشاهدينا الكرام، إلى تقرير مهم جدا عن مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والذي عقد بالقاهرة اليوم، هنشوف التقرير مع حضراتكم مرة أخرى ثم فاصل قصير ونعود لاستكمال فقرات مصر كل يوم، ونتحدث في فقرتنا الأولى عن موضوع هام جدا وهو الشباب والعمل التطوعي في مصر، وسيكون معنا الدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب، فانتظرونا. انطلق مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 لتسليط الضوء على أهمية التطور العلمي والتكنولوجي من خلال استراتيجية واضحة ومحاور محددة للنهوض بهذا القطاع الهام، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والباحثين. شفنا ازاي ان احنا بنستطيع ان نتشارك مع الصناعه، مع المجتمعات الصناعيه ومع الشركات، علشان بنقدر نخدم تحول الافكار والابتكارات الى منتجات تستطيع ان توطن الصناعه المصريه، تستطيع ان تساعد على دعم الاقتصاد من خلال محاوره المختلفه، وإن شاء الله نكون قادرين بالتعاون الجميع لتحقيق هذه الرؤية والاستراتيجية. تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، وتوفير البيانات اللازمة لخدمة البحث العلمي، وتوفير البيانات والإحصاءات الفورية لدعم متخذ القرار، من أهم أهداف استراتيجية 2030 للنهوض بهذا القطاع. القطاع دلوقتي حالياً في تطوير لكليات التربية وبرامجها، بحيث ان احنا نخرج معلم مميز يفيد المجتمع التعليمي قبل الجامعي. معالي الوزير التعليم العالي ركز على نقاط مهمه في التطوير، واكد على اهميه ورش ان شاء الله ورش العمل اللي ان شاء الله هيطبق حاليا دلوقتي، وان شاء الله جميع القطاعات ممكن تستفاد بيها في تطوير برامجها داخل هذه القطاعات. التغير الحادث والسريع اللي موجود في العالم بيحتم على المسؤولين ان احنا نحدث ادواتنا، نحدث التعليم بتاعنا. مصر النهارده في خلال الثمان سنين اللي فاتت بس تضاعف عدد الجامعات اللي موجوده في مصر من حوالي حاجه و50 جامعه الى دلوقتي 92 جامعه، يعني العدد تضاعف. التعليم محتاج استثمار، ضخ اموال، والاتاحه محتاجه كل سنه يبقى عندنا جامعه واثنين وثلاثه زياده، فده محتاج نتكلم عن التمويل في التعليم العالي، وده يجرنا الى المحور الرابع اللي هو الاستثمار في التعليم العالي. هل يعني فدي دعوه كمان لكل المستثمرين ان هم يستثمروا عشان يفتحوا افاق جديده للاتحاد اللي مطلوب مستقبلا. استراتيجيه الدوله لعام 2030 تهدف لتحقيق رؤيه شامله لتنميه المجالات المختلفه التي تعتمد على الدراسه والتخطيط لتحقيق التنميه المستدامه. محمد كمال،
مصر الزراعية.